أهلا وسهلا بكل اللي بيشاهد هذا الفيديو. دي لمحة مفسرة عن الجامعة الرائعة اللي الرب شرفني أكون عميد القسم العربي في هذه الجامعة. الجامعة ديت جامعة مؤسسة سنة 1970 من خلال كابل رائع، زوج وزوجة رائعين جدا في جبل التعليم بيسموه Education Mountain، دكتور لوريلا ماير ودكتور كين ماير، هم عمداء بتوع الجامعة ديت ومؤسسين هذه الجامعة. الرب شرفني انه 2015 يكونوا بيعينوني عميد القسم العربي بعد حصولي على عدة رسائل للدكتوراه في هذه الجامعة. والرب فتح حاجة جميلة جدا للإخوة الناطقين باللغة العربية والقادة والقساوسة عشان يعمل نوع من أنواع الصخب التعليمي في قلب هذه الجامعة. زي ما حضراتكم شايفين عندنا الجامعة دي ليها أماكن متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في كاليفورنيا. اتأسست سنة 1970 زي ما بقول لحضراتكم، بقالها سنين عديدة خرجت دفعات كبيرة جدا جدا من الناس، وهي من الجامعات المعتمدة. وهم أسسوا قسم العربي أو قسم الشرق الأوسط وعينوني عليه عميد هذه الجامعة للقسم العربي أو الدراسات العربية. اللي بيحصل أنه أنا بترجم كل الرسائل بتاعتكم والمذاكرة والأبحاث والكتب، وبنبعت الكتب ديت حتى مش لازم تكون متواجد داخل الكامب بتاعهم أو داخل الفصول التعليمية، لكن ممكن تحصل على هذه الدرجات من خلال المراسلة ومن خلال أنك تبعت لنا وتعمل ريجستريشن. الآن عندنا فرع رائع في مصر، المنسق هذا الفرع هو الدكتور القس نصر الله جادو، وهو المسؤول عن تنسيق جميع الطلبة في داخل مصر. وأيضا عندنا فروع في إسرائيل وأيضا الأراضي المقدسة، وعندنا في أستراليا والسويد عندنا طلبة، وفنلند وعندنا الطلبة من تايوان. عندنا مجموعة كبيرة جدا من الطلبة زي ما حضراتكم شايفين. وكمان الجامعة ديت تعتبر مش جامعة فقط رسمية، لكن في جامعات كتير رسمية مجرد شخص بيفتح مؤسسة ويقول أنا هذاكر للطلبة أو أنا هديهم شهادات، ولكن الجامعة دي ميزتها أنها جامعة معتمدة. معتمدة يعني اكريديتيشن، عندها اكريديتيشن، عندها اعتماد دولي واعتماد للولايات المتحدة الأمريكية. أنا يمكن حاجة جميلة جدا جدا وأنا بسجل هذا الفيديو، الجامعة خدت اعتماد إضافي والصورة بتاعته موجودة قدام حضراتكم، وهي اعتماد إضافي من أحد الولايات بالولايات المتحدة الأمريكية بعد فحص كبير جدا. بيعملوا حاجة اسمها تحريات وانفستيجيشن، وبيحاولوا ان هم يشوفوا هل الجامعة دي ماشية بطريقة صحيحة، الملفات صحيحة ولا لا، عشان في جامعات كتيرة بتقدم الدرجات بدون أي نوع من أنواع الاعتماد. لكن الاعتماد اللي حضراتكم شايفينه ده اعتماد بيقدم كل 7 سنين وبيجدد كل 7 سنين، فالطلبة بيبقى عندهم راحة نفسية من خلال انه الجامعة دي مش بس رسمية لكن رسمية ومعتمدة. رسمية بمعنى انها مؤسسة غير هادفة للربح، مؤسسة هنا في امريكا، لكن الاعتماد هو انك بتبقى في جبل التعليم او الاديوكيشن ماونتن، انت شخص معتمد داخل هذه المنظومة التعليمية في الولايات المتحدة الامريكية. انا بعتقد انه دراسة الكتاب المقدس من اروع الاشياء اللي ممكن اي طالب في الدنيا يكون بيذاكرها، دراسة ممتعة جدا، كتب سلسة وسهلة، وفي بعض الكتب الأكاديمية بنحاول ان احنا نبسطها ونسهلها للطلبة. الرسوم بتعتبر 50% خصم فقط لناطقي اللغة العربية، يعني حاجة جميلة جدا جدا. بدل ما بيحصل الشخص على الشهادة بتكلفه كتير جدا، التكلفة بتكون تكلفة زهيدة جدا وتكلفة في متناول يد اي خادم عايز يدرس. درجات طبعا بتتدرج حسب ما حضرتك تكون مؤهل، في ناس مؤهل متوسط واخدين دبلومات، في ناس واخده بكالوريوس، في ناس واخده اوريدي ماجستير، وفي ناس تانية واخده دكتوراه وعايزه تعمل دكتوراه تاني. لكن احنا في هذه الجامعه بيحسبوا هذه الساعات للدراسه بتاعتك وبتبتدي من حيث انتهيت. يعني مثلا بتوع مؤهلات المتوسط وفوق المتوسط بياخدوا درجه اسمها منسترال
منسترال ديجري، اللي هي واحد بيبقى عايز بس يبقى خادم للرب وبيذاكر، يضطر يذاكر سنتين قبل ما يخش على مرحلة البكالوريوس. في كورسات مكثفة ممكن تخلص بدل بالثلاث سنين وبالاربع سنين بتقدر تكثفها وبتقدر تخلص عدد كتب أكبر. كل التفاصيل ديت موجودة معنا في هذه الجامعة العريقة، جامعة الكتاب المقدس، جامعة الأيام الأخيرة للكتاب المقدس الدولية. والحاجة الجميلة برضو ان احنا بناخد توثيق لوزارة الخارجية الامريكية. وزارة الخارجية الامريكية بتوثق هذه الشهادات عشان خاطر لو تحابب تستخدمها لأي اغراض داخل البلد بتاعتك. يعني اهلا وسهلا بيك من اي بلد في العالم. انا حابب بس ادي نبذة مبسطة، والويب سايت هيكون قدام حضراتكم. واهلا وسهلا بكل استفساراتكم وكل أسئلتكم، وأيضا التعامل الخاص بالماديات اللي خاصة بمقابل هذه الدراسة. السعر في متناول يد الجميع، وأهلا وسهلا بنرحب بكم. هدفنا هو أنه نجهز جيش عظيم للرب يسوع، يكونوا فاهمين كلمة الرب. يكون أنت عشان تبقى قسيس لازم تبقى مذاكر الكتاب المقدس بطريقة صحيحة، عشان تحضر ماجستير ودكتوراه، عشان تستخدمهم الرب يباركك وتستخدمهم أنك تكون رجل صاحب فكر مسيحي مؤسس حسب الكتاب المقدس. برحب بكل الطلبة الجداد، وكمان بشكر ربنا من أجل الطلبة اللي التحقوا معنا من 2015. الدعوة مفتوحة للجميع. كل اللي بيشاهدوا هذا الفيديو أهلا وسهلا بيك كطالب، سواء على درجة الخادم أو درجة البكالوريوس أو درجة الماستر أو الماجستير أو درجة الدكتوراه. كل التفاصيل موجودة قدام حضراتكم. برحب بالجميع وبشكركم جدا لأنكم شفتوا هذا الفيديو. وأهلا وسهلا بكل شخص عايز يلتحق بهذه الجامعة العريقة الجميلة. الرب شرفني أكون فيها، وساعات ساعات الدراسة بتبقى ممنوحة ليك أيضا حسب الساعات اللي أنت ذكرتها في هذه الكتب. عدد الكتب محدود وكويس، وأعتقد أنه بتحتاج بس فقط يمكن من ساعتين لثلاثة يوميا تذاكر. وفي ناس تانية ممكن يكون عايز يكثف أكتر فبيذاكر عدد ساعات أكتر. ومرة تاني بشكركم، وبنعمة الرب يسوع نبني هذا الجبل، جبل التعليم، تعليم كلمة الرب يسوع بطريقة صحيحة، ويكون هذا الجبل يؤسس ناس فعلا قادرة على تفسير كلمة الرب. لأنه فتشوا الكتب لأنه هتجدوا فيها راحة لنفوسكم في اسم الرب يسوع.